خلال سنة 2020 بداية انتشار وباء كورونا، اضطرينا ان احنا نستعين بخبراء محليين بالتعاون مع الخبراء الامريكيين. خلال التعاون ده ان احنا قدرنا نوصل دعمنا لمصانع كان في الاول بينزل يزورها الخبراء الامريكيين، وبسبب وقف السفر بين الدول استعنا بالخبراء المحليين ان هم يقدروا ينزلوا ويساعدوا المصانع اللي حواليهم اللي محتاجه دعم في مجال سلامه الغذاء والجوده، وان هم يكونوا بيرد مع خبراء امريكيين. Since 2020 and 2021 was the lockdowns and the travel restrictions, I was able to continue to volunteer virtually. So I was paired with 5 local volunteers here in Egypt, and we assisted 5 companies that really needed our help. شاركت مشروع مزارع لمزارع والقبيله الامريكيه كريستين تيستا في ان احنا نعمل زيارات لمصانع زي مجزر الدوليه وشركه طيبه، في ان احنا نديلهم توصيات ونعمل ليهم استشارات، وبدانا ان احنا كمان نعمل معاهم لقاءات وبينارز اونلاين، وبدانا كمان نعمل تقارير بتوصيات بان هم ازاي يحسنوا من نفسهم عشان يوصلوا للقائمه البيضاء ويطلعوا ويكونوا مطابقين لمتطلبات الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. عملنا تدريبات إلكترونية للأماكن اللي ما كناش بنقدر نوصل لها زي الـ VRC. كنا برضو بننزل لو في إمكانية إن إحنا ننزل للشركات الأخرى اللي ممكن تحتاجنا تستفيد بخبرتنا، وننقل زي ما الخبرة بتاعت الأجانب اتنقلت لينا إحنا كمان كنا بننقل خبراتنا دي للشركات الزميلة ونساعدهم إن هم يوصلوا نفس المستوى. شاركنا في برنامج المنتورشيب من خلال فارمر تو فارمر، ان احنا نقدر نروح مصانع نقدر ننقل لهم الخبره اللي احنا خدناها بقالنا سنين مع المنظمه. احنا بقى عندنا خبره شويه مش قليله فيها جوده وسلامه الغذاء، فقدرنا نعمل ده مع مصانع كتير زي مجازر وزي مصانع زيت زيتون. المانجمنت طبعا والكوست ريدكشن كان موضوع مهم جدا. احنا زرنا مصنع 2 و3، كان من حظي ان انا خاصه بتكلم في الحاجات الاستراتيجيه والخاصه بالفقد وخاصه بالكوست ريدكشن. الحقيقه انا النتائج بالنسبه لي على اقل تقدير اثناء تطوعي اظنها كانت نتائج جيده على مستوى كل النقط، سواء نقط الاعمال وتطوير الاعمال، نقط سلامه الغذاء بشكل رئيسي. الحقيقة أظن أن ليها مردود جيد على المنشآت اللي احنا بنزورها، وكان الحقيقة ده بيبقى واضح جدا من ترحيب كل القائمين على المنشآت الغذائية اللي احنا كنا بنزورها من خلال ترحيبهم. What I really loved about that was because I am a mentor and I was able to mentor the local volunteers doing what they're doing for their facility. وأكيد فارمر تو فارمر سعيدة بيه، هو ده الهدف الرئيسي عندها، ان هي تحاول تعمل الدعم وتوفق ما بين اللي عنده المعلومه واللي تنقصه المعلومه. فان شاء الله رب العالمين مستمرين باي شكل من الاشكال في التعامل مع فارمر تو فارمر وفي السير في الاتجاه ده باذن الله.